إذن أعزائي، إذا أردنا إحياء هذا التراث في حوزاتنا العلمية، يا تراث، تراث نهج البلاغة، تراث الصحيفة السجادية، تراث الرواية، تراث الكتب التي عادة يقال لا سند لها، لا طريق له إلا ماذا؟ إلا اللجوء وفتح الباب لتصحيح السند من خلال ماذا؟ من خلال المتن. هذا أولا الشرط الأول. الشرط الثاني أعزائي، وهو نظرية جمع القرائن والشواهد. نظرية جمع القرائن والشواهد، واقعا هذه القضية أيضا مغفول عنها، وهو أنه هذا المتن أنا الذي عبرت عنه في أبحاثي في الكوثر، قلت وهو تفقير النص. يعني أي نص عندما يأتي إلينا نأخذ ذلك النص فقرة فقرة لنجد له شواهد في الروايات الأخرى، في المصادر الأخرى، في الآيات القرآنية أو لا. لعله عندما نأتي أفترض إلى دعاء الندبة، ووجدت أخيرا هذا الفعل قاموا به في دعاء الندبة، وتعلمون بأن دعاء الندبة أعزائي له سند أو ليس له سند؟ لا سند له أعزائي، لا سند له. فالبعض مولانا قام بهذه العملية، كتاب مفصل في 600 صفحة، كتاب مفصل يأخذ فقرة فقرة من دعاء الندبة، يقول هذا المضمون ورد في فلان رواية وفي فلان رواية وفي فلان رواية وفي فلان، إذن المضمون صحيح بغض النظر أن دعاء الندبة صحيح أو ليس بصحيح. ونفس هذا العمل نستطيع أن نقيمه أين أعزائي؟ ها؟ نطبقه على زيارة الجامعة، لأنكم أيضا تعلمون أن زيارة الجامعة الكبيرة اللي هي من أهم الزيارات الموجودة عندنا، والوصية واردة فيها أنه أساسا أينما تزورون زوروا ماذا؟ بزيارة الجامعة الكبيرة. ولكن أيضا البعض أشكل ماذا؟ أشكل في سندها. ماذا نفعل؟ الجواب تفقير النص، وهو أنه نأخذ مقطعا من زيارة الجامعة ونجمع الشواهد ماذا؟ ونجمع الشواهد عليه. هذا هو العمل المضموني، وليس العمل ماذا؟ وليس العمل السند. ولهذا من هنا قد أنه نجد أنه في دعاء أو زيارة أو رواية توجد عندنا 100 فقرة، نصحح منها 80 فقرة ونقول 20 فقرة مولانا ماذا؟ ها؟ لا توجد هناك قرائن وشواهد لي، وهذه تحتاج معرفة كاملة بمنظومة المعارف الدينية من القرآن والروايات والتاريخ والأخلاق ونحو ذلك.